إنما تدل على أن حرارة الحسين عليه السلام لا زالت تعيش فينا وفي وجداننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هيجت يا شهر ما في القلب من شجن فيك أضحى رسول الله ثكلانا وفيك أجرى عليه دمع مقلته إلى أن جرى في الأرض غدرانا والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكنة تردد الشجوى ألحانا فألحانا إذ فيك أضحى أبو السجاد منعفر هيل بعرصة الطف فوق الترب عطشانا. أبكي الحسين وحيدا لا نصير له سوى المهند والخطي أعوانا. لا ملك لي إلا الفؤاد أذيبه دمعا وحسبك بالدموع بيانا. فالخطب إن عقد اللسان فإنه لم يستطع أن يعقد أجفانا. يا كربلاء لأنت مبعث عبرتي ولأنت أحرقت الحشا نيرا. تنصاب يا بج الصخر وعظمك يا رزيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق
فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق، وإنه خير الحاكمين. أيضا نجدد الدعاء والشكر والثناء لكم، خاصة الأخوة القائمين مشاركين في إحياء هذه المناسبة، الثناء على هذه الجهود التي تبذل في هذه المناطق إحياء لذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى علينا، إذ خصنا بهذه المنزلة وبهذه الدرجة وبهذا القرب من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الإمام الحسين هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعرفهم لكن كثير من الآخرين لا يعرفهم. أنا كنت في الحج، ما نسيت أخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات في الدعاء، لكنه حدث مرة أجرني تاكسي ورجل كبير شيبة سائق، وصلنا المكان صار فتح حديث منا ومنا، قال الزهراء زوجة أبي بكر. الله أكبر، في السعودية ورجل كبير ومسن لا يعرف من هم أهل البيت، سياسة تعمية، وهاي حرمان يعني من نعمة الله من رحمة الله، وإلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ما قرأت على كل حال التاريخ بعيد عن التاريخ. فنحن من فضلنا بمعرفتنا بأهل البيت وهذا شرف لنا. الإمام الحسين ينتمي لهذا البيت الطاهر الذي أثب الله عنه الرس وطهره تطهيرا، عاش في كنف جده صلى الله عليه وآله وسلم وأمه الزهراء وأبيه أمير المؤمنين وبرفقة أخيه الإمام الحسن سلام الله عليه، فهو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم جميعا أن الرسالة بل أن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين كانوا قد مهدوا وأوصوا فيما أوصوا بالرسالة من بعدهم لذراريهم، لكن بشرط أن لا ينال عهد الظالمين من إبراهيم عليه السلام إلى رسول الله محمد. اللهم صل على محمد. إذ يقول الله في هذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أنا شفت أيضاً صاحب هذا القرطبي أحكام القرآن، يعني لما يمر على هذه الآية يذكر أسباب خروج الإمام الحسين على يزيد، يعني ثورة الإمام الحسين على يزيد عليه اللعنة، لأنه كان إنساناً ظالماً. وهذا اللي شفناه مثل ما فضلت سماحة الشيخ بحاجة إلى التعريف، يعني شفنا البعض يعني ممن يشيرون ويذكرون ويستشهدون ويستدلون بثورة الإمام الحسين وبمواقف الإمام الحسين في تفسيرهم، مثلا المشهور عن سيد قطب لما يمر على قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يستدل بموقف النبي إبراهيم عليه السلام حينما عرض للحرق، يقول فخرج منتصرا، وكذلك الحسين ابن بنت رسول الله، ويقول: فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين، يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين. أيضا هذا الرجل أنطوان بارة كتب الإمام الحسين في الفكر المسيحي، مجلد ضخم من السبعينات، شايفين الأخوة أكثر، ويذوب حبا في الإمام وفي أهل البيت.
وهذا ما نحتاجه فعلا، أن البعض من وخاصة قادة الدول، قرأت في بعض المذكرات وبعض الكتب أن رئيس منظمة التحرير الفلسطيني في وقته أحمد الشقيري وراح إلى الصين والتقى بماو سيتونغ ويطلب منه النصيحة والخبرة في كيفية مواجهة وجهاد المغتصبين والظالمين، يقصد أنه إسرائيل. يقول له أفيكم الحسين وتطلبون خبرتنا؟ فإحنا فعلا بحاجة إلى أن نروج وأن نحيي هذه المناسبة ونروج لها. نعم الإمام الحسين هو من أهل البيت من هذه العترة الطاهرة، عاش في فترة رجل كما وصفه الإمام عليه السلام وهو معاوية، والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى العرب. عاش في زمن هذا الرجل الصعلوك الماكر، ولهذا عندما نستعرض ثورة الإمام الحسين نستعرض بيتين، بيت يعيش الشرك والجهل، يدعو إلى الشرك ويقاتل من أجله، وخط آخر يعيش التوحيد، يعيش العدل. وهذه جذور هي ما بدأت من أيام الإمام الحسين، لا قبل هذا، بداية صدر الدعوة الإسلامية. مثل الله على الشاعر يقول: عبد شمس أضرمتم لبني هاشم حربا يشيب منها الوليد، فابن حرب للمصطفى وابن هند للمرتضى وللحسين يزيد. مسألة أقدم، لكن وصل حد في فترة الإمام الحسين أن فعلا أنه يصمم على الشهادة ليترك أثرا إنسانيا جذابا يعلم الناس كيفية الانتفاضة بوجوه الظالمين. ولهذا أيضا استقطب الناس ممن ينشدون العدل، فمعاوية من هذا البيت، بيت الرجس وبيت الشرك، هم أول هذا البيت، أول من عارض الرسول وقاتل الرسول وتآمر على الرسول وينجي الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أخبره لأن يهاجر وهاجر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالإمام الحسين عليه السلام عاش في فترة هذا الرجل الماكر المشرك الخبيث، صلى وصام لشيء كان يطلبه. وما بنود الصلح مع الإمام الحسن ومواته إلا خير شاهد. أنا ما قاتلتكم لتصلوا أو لتصوموا أو لتحجوا، لكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. يفهم المسألة مسألة سلطة وسيطرة وملك، وهذا ما أعلنه الطاغية يزيد، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فالإمام سلام الله عليه عاش في هذه الفترة مع معاوية الذي كان يتمنى أن يتسلط، وعاش في فترة الخلفاء الثلاثة مكرمة. أنا شفت أحمد حسين يعقوب هذا الكاتب الأردني يقول العجيب عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه كان يحاسب على الصغيرة والكبيرة ويعزل هذا ويحاسب ذا ويضرب ذا، بس معاوية كان مدلل، وكأنه هو نفس كلام، وكأنه كان يعده لأمر عظيم. إذا التخطيط قديم، وكأنه كان يعده لأمر عظيم. هكذا هذا التوجه وهذا الخط. فالإمام سلام الله عليه عاش بهذه الأجواء. وهسه بعض من يسأل لماذا أجل الإمام الحسين ثورته؟
كفارته إلى عهد يزيد. لأنه عاش في زمن هذا الرجل الماكر الخبيث التي تتظاهر ببعض القضايا ويتمجدق وأنه خار المؤمنين وبعضهم من يقولون كاتب الوحي. مو سهل. اثنين أنه أبرم عهدا أو صلحا مع الإمام الحسن، فيقول لك هذا نقض، هو المتمرد نقض العهد وهكذا. ثم أخلاق الإمام الحسين لا بد أن يحافظ على هذه الشروط إلى أن تنتقض. فلما انتقضت صار الإمام الحسين مثلي لعي بايع مثله. ولو كان ذاك، ولهذا كان بعض من أصحابه يطلب منا الثورة والانتفاضة، يطلب منهم أن يكون كل واحد منهم حليس داره، يعني جليس داره، لأنه أكو فد يعني شروط وأكو فد عهد كون أنه نلتزم به إلى أن يأتي أمر الله. وأقول فالإمام عاش في عهد رجل طاغية وعاتية وسفاك للدماء، استخدم جلاوزة ليس لهم من سبيل إلا القتل والتدمير وتعبير لحق البنى التحتية. منهم مثلا زياد بن أبي، هذا رجل أيضا ماكر. منهم مثلا بسر بن الأرطاط، هذا قتل أولاد عبيد الله ابن العباس ويعني أخرجهم من حضن أمه. عندك مسلم ابن عقبة أو مسرف ابن عقبة أو عقبة، هذا الذي استباح المدينة واعتدى على النساء حتى حملت منه كما في الأخبار ألف عذراء. شنو زين؟ عبد الله بن غسيل الملائكة يقول والله ما ثرنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بحجارة من السماء. أخوان، أكو بعض القضايا أو الذنوب أو المعاصي قد يقوم بها ناس، فد مجموعة من السكرين، من الخمارة، من السفكة، من هم يقوم بهذا العمل يحاسبون عليه، لكن السكوت عليها أيضا يشرك في العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالإمام الحسين عليه السلام عاش في فترة وجود حياة هذا الرجل الماكر الذي استخدم كل الوسائل الخبيثة في فرض وجوده وهيمنته وسلطته. وما كان من الإمام الحسين إلا أن ينتظر، وفعلا أنه انتظر إلى أن أهلك الله هذا الرجل، وما كان ليكتفي بوجوده بحياته، وإنما مهد لابنه الذي عرف بالمجون وسفك الدماء وارتكاب الفواحش. فكان من الإمام الحسين موقف آخر مثل لا يوائع مثله، وأكدوا على بيعة الإمام، لكن حاشا للإمام. الإمام يريد أن يطبق نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنه نهج الأنبياء وهو أيضا نهج الرسول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمهمة الأنبياء توجيه الناس إلى عبادة الله ورفض الظلم. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يزيد وجه إلى الأصنام، إلى الشرك، السلطة الدنيوية، وأشاع الظلم والجور، الفساد. فما كان من الإمام سلام الله عليه إلا أن ينتفض بوجهه ويرفع هذا الشعار: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لضرب الإصلاح في أمة جدي وكل من موقعي. لا نتصور الإصلاح إلا أن أكون وزير، رئيس وزراء، ملك، كل من موقعه، وجيه، رئيس عشيرة، رب أسرة، مدرس، يعني في أي مجال من المجالات. هو هذا الإمام الحسين سلام الله عليه يريد منا أن نتحمل المسؤولية وإن كنا قلة. خرج الإمام الحسين بالرغم من قلة الناصر، قلة العدد، فهذا ما يثبي. وهكذا كان إبراهيم لوحده، إن إبراهيم كان أمة. الله
يعني ما حد ما أمل إلا لوط نسوان، ومع ذلك يبقى وصاحب القلب الكبير والهموم الكبير وينتقل من مكان إلى آخر وهكذا. ولقد ابتلانا الله وإياكم بوجود طاغية، وصار الأمر إلى أن يهاجر العراقيون ويهاجر المؤمنون من العراق، من الكويت، من البحرين، من هذه المناطق يعني. وهكذا أيضا إخواننا من السعودية من محبي أهل البيت، حماية لهذه الدوافع وهذه وحفاظا على يعني أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه، في أنه في بعض الأحيان الإنسان يعني لا يقوى على رد الظالم، فلا بد أن يفكر بطريقة أخرى وأسلوب جديد. وهذا الذي كان إذ فتح الله يعني على محبي أهل البيت في أرجاء المعمورة. نتذكر مرة في إحدى الولايات الأمريكية يعني يوم السابع فتح حضور، قلت لهم لو طلع صدام الآن لو بعث جديد لعرض أصابع الندم، ايش سويت أنا؟ ايش نشرتهم كل لو ورحم؟ ثم تتصل يعني ب يعني أبناء البلد وتوضيح يعني أهداف ثورة الإمام الحسين. وأكيد يعني أتذكر يمكن في إحدى المؤتمرات هنا منتدى الوحدة كانت إحدى الأخوات اليابانية أخذت تبكي لما ذكرت قصة الإمام الحسين. فالإمام في قدرة استقطاب الناس، لأنه دعا إلى مكارم الأخلاق، دعا إلى العدل والإنصاف والاحترام الآخر، ولهذا أيضا استطاع أن يستقطب يعني وجوه وقوميات وألوان وإن كانت على قلة عددها، لكن تمثل فعلا أنه حضورا متميزا يجمع يعني مواصفات ويجمع أصناف ويجمع شخصيات وانتماءات متعددة. فالإمام سلام الله عليه يقول: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي. وأنا أيضا أوصي نفسي وإياكم كن نشرك أبنائنا، هسه صدق لهم يعني طقوسهم وممارساتهم الخاصة، وليكن باللغة الإنجليزية بالفرنسية وهكذا، وهم يفهموها، لكن حتى أنه تزرع في أذهان وفي أفكار أبنائنا علينا أن نشركهم ونهيئ الأجواء لهم حتى الأطفال من الطفولة. أتذكر مرة في ويلز يعني أم كان يوم العاشر قد يكون، والأب يبكي هذا ابنه بابا دادي واي وارك رايك واي وارك، يقول ليش تجمع بعيد عليه، يمكن لو بالإنجليز هات شاف همها وبكى مع الباكين، يتأثر لأنه فعلا أنه يشوف المأساة. وأعظم من قتل الحسين بكربلاء يمر على آل الهدى حادث المر، مصيبة لا ليس لها مثيل. فالإمام سلام الله عليه يعني إنما قام بهذا العمل رفضا للظلم، وأيضا كأنما يكون أيضا فضيلة لمحبي أهل البيت أنهم يعيشون ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر أيامهم، لأنه يعني كربلاء كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشوراء، أن عيش الإمام الحسين حدثا يوميا بالإضافة إلى المناسبات. وهكذا حتى في الحج أكو زيارة الإمام الحسين يوم عرفات، أكو يعني إشارات وتنبيه وتوجيه لا ضرورة أن نكون يعني من أصدقاء الإمام الحسين. يعني إبراهيم خليل الله أصبح خليلا لله، يجب أن نصبح أخلاء للإمام الحسين عليه السلام من خلال يعني الزيارة ولو عن بعد وإحياء المناسبات وهكذا. فجزاكم الله خير على هذه المناسبات وإحياها. فالإمام سلام الله عليه إنما أكد على هذه الشعارات لما لها من دور ولما لها من أهمية في تحفيز الآخرين على الأخذ بها والعمل من أجل تحقيقها. فنحن يجب أن نحافظ على هذه النصرة وهذه الصداقة وهذه العلاقة مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي ما ترفع من شأن الإنسان ومن مكانته في الدنيا والآخرة، وهي مثل ما تفضل سمعت الشيخ أن الأئمة كانوا يحيونها ويدعون إلى إحيائها ويستقبلون الشعراء
والشعراء كانوا ايضا يعني يمشون يسافرون مسافات. دعمل الخزاعي من العراق الى خراسان، وهناك يتشرف بلقاء الامام الرضا سلام الله عليه وينشد هذه القصيده. وبقيت خالده كتب الله لها الخلود، لماذا؟ لانها فعلا ناصرت الامام الحسين عليه السلام، فدعا له الامام وكرمه وهكذا. فاحيانا لهذه المناسبات هو حاجتنا لها، حاجتنا لها، وهو وسيله من وسائل فعلا انه يعني الترويج لخط اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. يعني احنا الوسيله قد يكون من اهم الوسائل التي ندعو بها او نروج بها لخط اهل البيت هي ذكرى عاشوراء، ذكرى محرم، ثوره الامام الحسين، انتفاضه الامام الحسين، فاجعه الامام الحسين، وسيله من وسائل الدعوه الى الله والتعريف بخط اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. والا فريق رياضي جزائري يعني مش يردد فتهتافات بعيده، شنو هذا السبب؟ سبب اكو تعميه، اكو تغطيه على خط اهل البيت. نعم كانوا لأئمة الامام الصادق يبعث ناس الى المغرب الى مناطق بعيده وهكذا، لكنه لا تزال دون المستوى المطلوب، بحيث انه الطابع العام وطابع عدواني. اكو ثقافه لجهه اخرى، احنا ثقافتنا الحقيقه تلقائيه، جهود شخصيه، يعني فعلا انه نشاطات يعني جماهيريه. ولهذا يعني كتب لها الخلود، لكن بحاجه الى ان تنتشر وايضا يكون لها طريق اخر وتعبير اخر، بالاضافه الى هذا الذي نحتاجه وهو ما اكد عليه الائمه سلام الله عليهم اجمعين. فالائمه كانوا يستقبلون الشعراء ويستمعون لهم وينصبون العزاء، ومن قبل هذا كما في الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول من نصب العزاء على مصاب ابي عبد الله الحسين. اخبار تقول انه كان يوحى اليه، نزل عليه جبريل عليه السلام يوحي اليه واخبره بمقتل ابي عبد الله الحسين، فبكى ثم خرج الى اصحابه وفيهم فلان وفلان وهو يبكي، قالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اخبرني حبيبي جبريل بان ابني هذا يقتل في ارض يقال لها الطف. انا شفت هذا انطوان بارئ، رجل ايضا يذكر في كتابه يقول لقد مر عيسى عليه السلام على كربلاء وبكى هناك وقال يقتل في هذه البقعه البدر الزاهي، فمن ادركه فليقاتل. نعم استقبل دعب الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، استقبله الامام الرضا وانشده هذه القصيده التي كتب لها الخلود، مدارس ايات خلت من تلاوه ومنزل وحي مغفر العرصات الى اني كل عرج بنا على كربلاء. عرج يناشد الزهراء يعز الزهراء، ليش؟ لان الام حلال. احنا سمعنا بالاخبار واحد يقولون، هاي بعض الروايات اللي توفى بها واحد في ايام الحج، يقولون ابنه انقتل فهذا صار اصبح كئيب ما قدر انه يعني يتحمل فرمى بنفسه، فكيف يكون احوال الام؟ نعم يتوجه دعبل بالعزاء الى الزهراء، يقول له افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لضمت الخد فاطم عنده. والله حتى هذا غني، واجريت دمع العين، واجريت دمع العين بالعبرات يا فاطم قومي يا بنت الخير والدوي. نجوم وسماوات
نجوم سماوات بأرض فلاتي تفه عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاة كل البكاء والنوح والحزرة على حسين حبا بقلبي متظهرة بصبها دموعي ومجبور في حبه ولا أشوفه بطوعي ويا ليل فرات مني الخدين أبكي على مصاب كل صبح ومسية وانحب وساعد بالبكاء الزهرة الزكية لا زال تردب يا ضحايا يا حسين وين اللي يواسيني على حسين يا الوالد المذبوح بنها وطول الدهر ما فك حزنها اي مصيبة ويشيب الطفل حسين مجددا اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا يا الله اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين المؤسسون لهذا المأتم الشريف الاخوه الحضور الاخوات الحاضرات اللهم تقبل اعمالنا جميعا باحسن القبول اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات جاه مريض كربلاء زين العابدين وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء بالخصوص إلى أرواح موتى مؤسس هذا المكتب الشريف رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات مجلس الزهراء عليه السلام ورئيس الزهراء بيت واحد إن شاء الله ونسألكم الدعاء من الوالد